نجي هسه بالنسبة للباثوجينيسيس اوف ذا شيغلا. طبعا هو هذا المهم، مثل ما تعرفون انه الشيغلا يوجوالي ترانسميتد ثرو ذا فيكو اورال روت، يعني طريقة الانتقال مالتها من الفيسز الى الفم. يعني شنو؟ يعني مثلا contaminated of the hands or undercooked the persons، ممكن انه تنتقل من شخص الى شخص، او الاشخاص اللي يشتغلون بالمطاعم وايديهم ملوثة، او مثلا اللي يطلعون من التواليت تكرمون وما يغسلون ايديهم وتكون الايد ملوثة، فممكن هذه هنا راح تنتقل. فهذه طريقة الانتقال مالتها او الروت اوف ترانسميشن هنا نسميها فيكو اورال ترانسميشنز. يوجوالي شيغلا انفكشنز ليميتد تو ذا جاسترو انتستينال تراكت، يعني نوت برودوس ذا disease of the other organs، فقط هنا or other system، فقط عندها هي فقط تسبب لنا disease او infection بالgastro intestinal tract. And shigella is considered as the highly communicable infections. The pathological process usually including invasions of the mucosal epithelial cells of small intestines. لهذا السبب نشوف or colonic تاسد كولونيك سيل سوري. اذا هنا الشيء اللي يخوف بها انه تسبب لنا انفيجن للميكوزا الابيثيليال سيلز اوف ذا جاسترو انتستينال اتراكت. سو ذات هنا عندنا الخطوات طبعا مقسميها، وهنا على الرسم حتى تشوفون ايضا. فيرست وان تشوفون الشيغلا يوجوالي اتاكت تو ذا ابيثيليال سيلز of the gastrointestinal tract، راح تلتصق بالبداية بها سببنا طبعا الادهيجنز. after the adhesions colonizations راح تصير عملية شلون نقول المستعمرة، والان then attached to the surface of the epithelial cells. after that invade of the epithelial cells، راح تخترق الابيثيليال سيلز especially of the specific cells which is called M cells. اذا الاتاتشمنت مالتها ويا من راح يكون؟ راح يكون ويا الام سيلز. مثل ما تعرفون اكو تايبس اوف ذا سيلز، من بين الكولون الجاسترو انتستينال ابيثيليال سيلز اكو عندنا سيلز نسميها الام سيلز، اللي هي تكون موجوده وين؟ موجوده بالبايروس باتشز. البايروس باتشز هي عاده الليمفويد تشيو of the gastrointestinal tract. فمن سببت لنا هنا attached الشيغلا راح تسبب لنا attached to the mucosal cells so that the shigella will penetrate the mucosal cells by phagocytosis. راح عملية نسميها عملية البلعمة، راح تدخل إلى داخل الخلية. الخلية راح تحاول إنه تدافع عن نفسها، فش راح تسبب لنا؟ راح تسبب لنا الفاغوسوم. الفاغوسوم شلون نقول يعني الحوصلة الداخلية أو البلعمة الداخلية نسميها، بداخل الام سيلز. تشوفون هنا بالشكل هذا دخلت بداخل الام سيلز هنا بشكل الفاكيولز، الفاكيولز او نسميها الفاكوسوم. زين، وحده من الاشياء هنا اللي تميز دخول الشيغلا عن دخول السالمونيلا الى الابيثيليال سيلز، وحده من الشغلات انه الشيغلا زين، واحدة من الشغلات اللي تميزها انه الريبليكيشن اوف ذا شيغلا اكر اونلي وذين ذا سايتوبلازم بات نوت وذين ذا فاغوسوم، بينما السالمونيلا الريبليكيشنز مالتها راح يصير وذين ذا فاغوسوم. واضح؟ اثناء يعني بالخليه، خليه البلعمه او بالفاغوسوم نفسها هنا تتكاثر بها، بينما عندنا الشيغلا only within the cytoplasm while the salmonella replicate in the phagocytic vacuoles. لهذا السبب نلاحظ انه بالتريتمنت مالت السالمونيلا من ننطي علاج بحاله السالمونيلا usually given synergistic antibiotic نسميها او synergistic دراج. شنو معناها؟ معناها ننطي انتيبايتك اثنين او ننطي ثلاثة، بينما بحالة الشيغلا من ننطي العلاج ننطي علاج واحد، يعني single
انتي بايوتيك، ما ننطي سنه رجستك انتي بايوتيك. ليش بحاله السالمونيلا ننطي سنه رجستك انتي بايوتيك؟ واحد من الانتي بايوتيك راح يشتغل على الفاكوسوم، يشتغل على الفاكوسوم يسوي له لايسز للفاكوسوم، والانتي بايوتيك الثاني راح يدخل الى داخل ال راح يدخل الى داخل ال بكتيريا اللي هي السالمونيلا ويقتلها. واضح؟ هذا بحاله سالمونيلا او بحاله التايفويد. تشوفون انه الدكتور من ينطي علاج ينطي دبل زين او ننطي ترابل انتي بايوتيك، بينما بحاله الشيجيلا لا ننطي سنجل انتي بايوتيك. واضح؟ ليش؟ لانه هنا ما نسميها انتراسيلولار مايكرو اورجانيزم، بينما بحاله السالمونيلا لاحظوا اكو فروقات بين الانتراسيلولار بكتيريا اللي مثال عليها السالمونيلا، مثال عليها المايكوبكتيريا متيوبركيولوسيس، مثال عليها البروسيلا، هذول كلهم نسميهم انتراسيلولار بكتيريا. ليش؟ لانه عمليه المالتيبليكيشنز او عمليه البروليفريشنز اكر within the فاجوسوم vacuoles، فاجوسيتيك فاكيولز خلال خلية البلعومة زين أو الحوصلة نسميها، راح تتكاثر بداخلها. بينما عندنا بالشيجيلا عملية الريبليكيشنز أو المالتيبليكيشنز أوف ذا بكتيريا أكر within the cytoplasm of the epithelial cells. After that the macrophage the M cells، وصلنا احنا هنا قلنا راح تدخل الى راح تسوي attachment و adhesions لل M cells اللي موجودة بال patches cells اللي هي ال lymphatic cells of the gastrointestinal tract and then passes in the cytoplasm of the M cells, then replication occur with the, within the cytoplasm. After that, the M cells will transport the bacteria اللي هي الشيجيلا راح تنقلها وين؟ إلى الماكروفيجز. الماكروفيجز الخلايا الدفاعية للجسم راح تلتهم هذه، تلتهم هذه طبعا موجودة بالبلاد فيزلز الماكروفيجز زين، فراح تاخذ هذه البكتيريا وبعملية نسميها الفاغوسايتوسيس عملية البلعمة، راح تحيطها داير مدايرها. لكن هنا شنو عندنا؟ الشيجيلا راح تتمكن من انه تسوي لايسز للماكروفيز، يعني شلون نقول تحلل الماكروفيز وما تقدر الماكروفيز انه تقضي على الشيجيلا، في حين انه الشيجيلا راح تسبب لنا هنا لايسز اوف ذا ماكروفيز، تحللها وتخرج من عندها and then escape from the macrophage to infect the adjacent epithelial cells. شوفوا هنا شلون خرجت من عندها وسوت لها lysis وسوت infect to other adjacent cells واخترقت ال adjacent cells، وأيضا سوت عملية ال replication within the cytoplasm of the cells وتنتقل من cells إلى أخرى. لهذا السبب نلاحظ أنه الشخص اللي يكون infected with the shigella usually presented with the diarrhea mixed with blood، يكون وياها بلد. بينما حالات الجياردية حالات الإيكولاي طبعا مو كل أنواع الإيكولاي فقط يكون عنده دياريا لكن not mixed with blood. لهذا السبب حالة الشيجيلا نسميها اللي يكون infected with the شيجيلا نسميها شيجيلوسيس أو نسميه شيجيلا ديزينتري، يعني الديزينتري اللي يكون يسبب بواسطة الشيجيلا. أكو فرق ميزو بين الأميبك ديزينتري وأكو عندنا الشيجيلا ديزينتري. الأميبك ديزينتري يوجوالي كوزد باي باراسايت اللي هو الانتاميبا هستولاتيكا، وايل شيجيلا ديزينتري كوزد باي بكتيريا. اكو فرق بين البكتيريا وبين الباراسايت. البكتيريا اللي هي عادة الشيجيلا ديزينتري هذه راح تسببها. ف the patient usually presented with the diarrhea mixed with the blood. هذا بالنسبة للباثو genesis of the شيجيلا. طبعا مهمة ان تعرفوها، الصورة ايضا موضحة لكم. نجي على التوكسينز، التوكسينات اللي تسبب بيها
هذه الانفكشنز. عندنا الاندوتوكسين، ليش؟ وعندنا ايضا الاكزوتوكسين. الاندوتوكسين بما انه هي جرام نيجاتيف، اذا هي تحتوي على شنو؟ اللايبوبولي ساكرايد ان ذا سيل ممبرين. موجود عندنا اللايبوبولي ساكرايد، وين هذا موجود؟ موجود بالسيل ممبرين اوف ذا اول جرام نيجاتيف. واللايبوبولي ساكرايد اللي هو ال بي اس يوجوالي كونسيدرد از ذا توكسين، اند ذس توكسين يوجوالي produced irritations of the bowel wall. وعندنا التوكسين الثاني، طبعا الاندوتوكسين نسميه اندوتوكسين اللي هي لانه هي البكتيريا ما تسبب لها excretion of the toxin، وانما هو موجود بالستركتشرز مالتها، بالتركيب مالتها موجود، بالسيل ممبرين مالتها موجود. بينما الاكزوتوكسين لا، هنا البكتيريا هي تسبب لنا excretion of the toxin، يعني excrete تطرح هذا التوكسين اللي هو نسميه الشيغاتوكسين. الشيغاتوكسين يوجوالي تو توكسين، فيرست وان انتيروتوكسين والسكند النيوروتوكسين. الانتيروتوكسين من اسمه طبعا مقطعين، انتيرو معناه توكسين، معناه هذا التوكسين. زين المن راح يسبب يعني الباثو جينيسيتي مالته وين راح تظهر؟ هنا راح تظهر على الجاسترو انتستينال تراكت. انتيرو معناها هي الجاسترو انتستينال تراكت، وايل نيوروتوكسينز معناها شنو؟ معناها الافكت اوف ذا توكسين ولا بريزنس اور اون ذا نيورو سيستم اور نيرفز. فعندنا الانتيروتوكسين usually block the absorptions of the electrolytes and the glucose amino acids. زين فإذا راح يسبب لنا blocks للabsorptions of these important elements اللي هي الالكترولايت الجليكوز الامينو اسيد، so that the patients presented with the diarrhea contain blood and pus. While neurotoxin usually cause fever, abdominal cramping، يجي البيشنت عنده وجع ببطنه، and meningitis associated sometimes with the coma. بعض الأحيان يشوفون حتى البيشنت مو فقط أنه يصير عنده كوما، وإنما يصير عنده convulsion. الconvulsions يعني هي الشمرة بسبب شنو؟ ارتفاع الحرارة. ارتفاع الحرارة هنا من شنو ديجي؟ ديجينا من النيوروتوكسين، وديجينا أيضا من الاندوتوكسين اللي هو الLPS. خلوا ببالكم أنه الLPS هو نفسه pyrogenic toxin اللي هو الاندوتوكسين. الاندوتوكسين اللي هو ال LPS is considered as the pyrogenic. pyro اسم لاتيني معناها شنو؟ معناها فيفر. زين pyro معناها فيفر، لهذا السبب تشوفون مرات من الدواء مالت الاطفال، شراب الاطفال خافض الحراره، يكتبون عليها انتي بايرول، يعني خافض للحرارة أو مضاد للحرارة. فبايرو هو اسم لاتيني معناها الفيفر. فإذا الفيفر بحالة الشيغلوسز أو اللي نسميه شيغلا ديزانتري، منين ديجي؟ ديجي عندنا من الاندوتوكسينز اللي هو الـ LPS، وديجي عندنا أيضا من النيوروتوكسين. لهذا السبب الطفل خصوصا ممكن أن يكون associated with the convulsions اللي هي نسميها الشمرة. واضح؟ هذه أيضا هنا صورة أخرى للباثو جينيسيتي اوف ذا شيغلا. نجي على الفاكتورز اوف سبريدنج اوف ذا شيغلوسز. يوجوالي سبريد از اولويز فروم ذا هيومن ريسورس اند جنرالي انفولفد وان اوف ذا فايفز، يعني ممكن انه تنتقل عن طريق الكونتامينيتد اوف ذا فود، contaminated of the fingers or يعني feces or with the flies، ممكن أنه تنتقل عن طريق الحشرات أو عن طريق الذباب. زين or vomits. هذه إذن الطرق مالت الانتشار مالت الشيغلا ديزنتري. نجي على the clinical features of shigellosis. usually الشيغلا ديزنتري usually it is fecal-oral sprays in low infective dose. من نقول low infective dose أكو فرق، بس انتبهوا أكو عندنا infective dose وأكو هنا قلنا low infective dose، معناها شنو؟ معناها بأقل عدد من البكتيريا ممكن أنه تسبب لنا infection.
هذا اللي نسميها low infective dose، يعني الجرعة المعدية تكون جدا قليلة، يعني عدد قليل من البكتيريا إذا تواجد بالأكل أو بالمي ممكن أن يسبب لنا infection. لهذا السبب إيش راح نعتبرها؟ راح نعتبرها highly communicable disease، يعني مرض سريع الانتقال، highly communicable disease or highly communicable infections because it is caused by low infective dose. So that if you are than 200 bacilli of Shigella are needed for the infections in the healthy individuals. الشورت انكيوبيتد بيريود عادة يعني الواحد مثلا أكل الأكل الملوث ورا يوم إلى يومين نشوف رأسا الأعراض تبتدي تظهر عنده. فش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده سدن لور أبدومينال بين، وجع بالبطن راح يصير عنده، ريكتال سبازم، فيفر، قلنا هذه من التوكسينز راح يجي من الاندوتوكسينز ومن النيوروتوكسينز، ووتري دياريا مثل المي تكون الاسهال مالته، ميكسد وذ بلاد اند ميوكاز. طبعا البلد هنا منين دا يجي عندنا والميوكاز منين دا يجي عندنا؟ دا يجي عندنا من الانفيجنز اوف ذا epithelial cells of gastrointestinal tract. So cause the dysentery, bloody stool or bloody feces mixed with the mucus and YBC. And this is will lead to the severe dehydration and acidosis. Dehydration منين جتي عندنا؟ لأنه عندنا الانتيروتوكسين blocked the absorptions of the electrolyte. طبعا الصوديوم الكلورايد البوتاسيوم هذه كلها راح يصير عندنا بلوك اوف ابزوربشنز. سو امينو اسيدز جليكوز، فهذه كلها من راح يصير عندنا بلوك لابزوربشن راح يصير عندنا ديهايدريشن ويصير عندنا اسيدوسيس اند ايفن ديث. ديورينج ريكفري فروم انفكشنز موست ذا بيرسونز ديفلوب سيركيوليتنج انتي بودي اوف ذا شيجلا. زين، فاذا الشخص من راح يطيب من عندها راح يكون عنده بالبلد مالته موجود شنو؟ موجود عندنا انتيبادي اجينست ذيس ذا شيجلا بكتيريم. نجي على اللاب دايجنوزيس. اللاب دايجنوزيس بما انه هي غاسترو انتستينال تراكت انفكشنز، فعاده السامبلز اللي راح ناخذها هي من الستولز او نسميها من الفيسز or from the mucus flakes and rectal swab. ممكن أن نسوي rectal swabs then cultures of these the samples. بالcultures راح نزرعها قلنا على the blood media وعلى المكونكي media. على the blood media ما راح نميز the gram positive والnegative لأن اثنيناتهم راح ينمون عليها، فراح ناخذها أيضا نزرعها على المكونكي اللي راح تظهر عليها فقط the gram negative، وراح نشوفها مثل ما قلنا small circular colonies with smooth edges convex. هذه راح نشوفها نون لاكتوز فيرمنتينج، واضح. ناخذ هنا سامبلز طبعا من الكلتشرز، راح ناخذ عينه صغيره ونسوي لها ستاند سمير وذ الجرام ستينزنز، فراح نشوف الجرام بوزيتيف رود باسيلاي نون سبور فورمينج اند نون موتايل. نجي بالنسبه للسيرولوجيكال تيست، عاده ناخذ بلاد من البيشنتس ونكشف عن الانتي بوديز. هنا نكشف على الانتي بوديز اللي موجود بالسيرام اوف ذا انفكتد بيرسونز. طبعا عندنا الكي انتيجين، هو هذا اللي راح احنا ندور نبحث بواسطته، والاو انتيجين، واضح. فالانتي بودي راح يتكون بجسم الانسان اجينست ذا كي انتيجين اند اجينست ذا او انتيجين، فهذا اللي راح يهمنا. لكن عندنا ال H antigen ما راح يهمنا لأن هو أصلا ما موجود، فما راح ينطينا أي indication للشيجلا infections. ال O antigen usually corresponds with the four species اللي هي ال A وال B وال C وال D، بكلها راح يكون indicated. فأهم شيء عندنا هو ال O، أهم عندنا من ال K antigen. نجي على ال treatments usually given the broad spectrum antibiotics اللي مثال عليها السبروفلوكساسيلين، ممكن أنه ننطي الترايمثبريم أو السلفانامز لكن قليل ما نستخدمها هسه بالوقت الحاضر، التتراسايكلين لكن شوية نتخوف من التتراسايكلين خصوصا بالأطفال. زين،
والأمبسلين إذا كانت الأشخاص عندهم حساسية من عنده ممكن أنه نستخدم الترايميثبريم سلفام ميثاكزازول. As in addition to that, usually can use the chloramphenicol, لكن أيضا الكلورامفينيكول بالوقت الحاضر ما دا يستخدم لأنه نخاف من عنده من السايد افكت مالته اللي هي ممكن أن تسبب لنا أجرانيولوسيس، فهذه أيضا نخاف من عندها زين، أو نسبب لنا بلاستيك أنيميا، هاي أيضا نخاف من السايد افكتس اوف كلورامفينيكول. نجي بالنسبة للبريفنشن، طرق الوقاية من عندها هي الستاندرد سانيتيشنز زين، الهاند واشينج اند بروبر كوكينج اوف فود. أشكر حسن استماعكم.